واش كاين الصوت متابعينا؟ عطيوني واش كاين الصوت، الله يجزيكم بخير. واش كاين الصوت؟ كاين الصوت الان؟ اذا المتابعين فكم في البث المباشر، واش كاين الصوت؟ الا كان كاين الصوت عطوني اشاره، عطوني واش كاين صوت متابعينا الاوفياء. اذا ما عرفتش واش كاين الصوت ولا ما كاينش، عطوني واش كاين الصوت. كاين الصوت، كاين اللي كيقول كاين الصوت، كاين اللي كيقول ما كاينش. التعليقات ديالكم هي اللي غتساعد دابا. واش كاين؟ الا كان كاين الصوت قولوا لي واش كاين الصوت متابعينا. احنا معكم في البث المباشر. قلت لحظه فك اعتصام ديال عمال ديال شركه بطبيعه الحال كانوا كيشتغلوا في الشركه كيطالبوا بالحقوق ديالهم. حنا بغينا حقنا، كنا كنشتغلوا لسنوات وحنا هنا الان تم الافراغ ديال هذه الشركه، بغينا حقنا، كنطالبوا بالحقوق ديالنا، تعويضنا ولا يعني كاين اللي عنده اسره الله يحسن العوان، اكيد السلطات الامنيه دايره الدور ديالها ودايره الخدمه ديالها، ولكن المواطن كيطالب بتعويضه. اذا دابا كاين الصوت، اذا كنشوفوا كنقول لكم هذه الحاله ديال السيم فرقوس واللي كاينه هنا. متابعينا، حضور رجال الوقايه المدنيه، رجال الامن الوطني، رجال القوات المساعده. حنا كنكتفيو بنقل الصوره، فما عندناش يعني دخل في يعني حنا كنكتفيو قلت بنقل الصوره بدون زياده ولا نقصان، هي مراه للواقع وهذا هو الواقع. متابعي ومشاهدي قناه شوف تيم، قلت لايام والسيدات كيعتصموا هنا وكيطالبوا بتعويضهم، اكيد لسنوات وما كيشتغلوا في هذه الشركه ديال الاعلاميات، والان بعد ما تم الافراغ ديالها ف كيقول لك حنا عندنا اسر، عندنا عائلات، ما عندناش فين نمشيو، ما عندناش فين نشتغلوا، بغينا التعويضات ديالنا، بغينا هذه الشركه الان تعوضنا وتعطينا حقنا. عندنا وليدات، عندنا اسر، ما غيمكنش نتشردوا ونخرجوا الشارع. اكيد كان الاعتصام هنا لايام، طال هذا الاعتصام بطبيعه الحال، وجينا لهنا مرارا وتكرارا ودرنا روبورتاجات مع هاد العائلات، شفنا يعني المعاناه ديالهم، شفنا يعني المطالب ديالهم، ولكن ما تلبى حتى شي حاجه من المطالب ديالهم للاسف، وبقاو معتصمين هنا طال يعني طالت المده، والان ربما استنفار ديال السلطات من اجل فك هذا الاعتصام. اين المنتخبين مما يحدث الان؟ فين الناس اللي كانوا كيوعدوا المواطن بضروره الترافع عليهم؟ فين؟ فينهم؟ كنشوفوا الان لربما لحظه نقل الحاجيات ديالهم، ومازال السيدات كانوا كيباتوا بطبيعه الحال في الشارع. ماشي سهل باش لانك تفقد العمل ديالك وتبقى تبات في الشارع. اكيد هن يعني الامهات ديالكم. شوفوا الان لحظات بطبيعه الحال حضور سياره ديال الاسعاف، لحظه نقل ربما احدى السيدات. إذا قلت اعتصام اللي دام لأيام هنا أمام باب هذه الشركة اللي تم الإفراغ ديالها مؤخرا، والآن السلطات الأمنية كتقوم بفك هذا الاعتصام، لأن ربما كانت مطالب طالبوا بضرورة إنصافهن وإنصافهم، هم مستخدمات ومستخدمين ديال هذه الشركة اللي كيشتغلوا في قطاع ديال الإعلاميات لسنوات وحنا خدامين. دابا الآن جات اللحظة ديال الإفراغ، فرغونا وطالبنا مرارا وتكرارا باش أننا نتنصفوا. عندنا مطالب ولكن لحدود الساعة مازال ما تحققتش هذه المطالب ديالهم وديالهم اللي كيطالبوا بها بطبيعة الحال، وكنا ديجا درنا معاهم أربع مرات ولا ثلاث مرات روبورتاجات ولايفات متابعينا الأوفياء.
إذن وجود أمني مكثف ديال بطبيعة الحال العناصر الأمنية ورجال القوات المساعدة ورجال الوقاية المدنية من أجل فك هذا الاعتصام اللي كاين هنا بهذا المكان متابعينا ومشاهدينا الأوفياء. هاد العيالات فما كرهوش يكونوا في ديورهم، ما كرهوش يعني يكون اوضاع ديالهم بطبيعه الحال اوضاع اللي ما كاينش اللي بغي يبات في الشارع الا كان عنده واحد المطالب كيطالب بها. وحنا كنلتزموا الحياه، حنا عندنا الثقه بطبيعه الحال في القضاء باش ينصف كل مظلوم، كل الا كان اي واحد مظلوم في الدنيا ففي المغرب، فنتمنى لان القضاء اكيد كاينه ثقه في المؤسسات باش ينصفهم. هي مطالب كانت صراحة باش تلقى أم ديالك مثلا عندها 20 سنة وهي خدامة في شركة وتلقى راسها الشركة تفرغات وبقات الأم ديالك بلا خدمة، فهنا غيكون لربما عندك رأي. وحنا كنكتفيو بنقل ما تشاهده العين، وفي إطار التحقيق اللي قامت به القناة ديال شوف تي في أكيد لقنا لكم بالصوت والصورة التصريحات ديال حال شويه المطالب ديالهم بطبيعه الحال. كتشوفوا يرفض باش يغادروا هذا المكان. إذن متابعينا ومشاهدينا الكرام، غادي نرجعوا من خلال بث مباشر آخر بعد لحظات. كل الشكر والتقدير والاحترام على حسن التابع ديالكم والمشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله.